أمي أمي شو صاير لك؟ عم راقبك صار لي فترة وأنتي ضايعة بأفكار ما بعرفها. أمي قلي لي شو المشكلة؟ أنتي بشو عم تفكري هلأ؟ كنت عم فكر بلاشا. شو عملت هي هالمرة بقى؟ ما عملت شي أبداً، بس كانت عم تدور حوالي كيف ما تحركت. أنا متأكدة إنها كانت عم تجهز لشي خطة وقتها. لا يا أمي، بالواقع هي درسة كان عم يجعها كتير مبارح لهيك بتكون عم تتصرف بهالشكل. ولا شي من اللي قلتيه رح يصير، أنا متأكدة. ليكي ميرا، وجع أسنان ووجع الراس هاي شغلات بينشفى منها، أما إذا الشخص عن جد مجروح فما رح يرتاح نهائياً حتى ينتقم. أمي أنتي لا تفكري بهاي الطريقة، سلايفي التنتين هن الندمانين على كل شيء، وخاصة على الطريقة اللي تصرفوا فيها معك من زمان. أمي أنا عم قول الحقيقة، حتى أنا ما كنت رح أفتح هالموضوع، بس هلأ بما أنه انفتح رح قلك أنهم قالوا لي أنه من المستحيل تثقي فيهم من اليوم ورايح بسبب تصرفاتهم، وأنه يخسروا ثقتك أنتي هذا عقاب كتير كبير بالنسبة إلهم. هذا الشي محزن كتير، هيك كانوا عم يقولوا. مشان الثقة ما بعرف، بس إذا هدول التنتين ناويين أنهم يضلوا بالبيت مثل العيلة الوحدة فأنا لازم أتصرف ليصير هالشي. بلاشا شفتي وينهم؟ نحن عم ندور وهنن بجنانة، نحن قلبنا كل البيت عليهم دائما سوا. كاش رح نبلش الخناقة هون مشان صوتنا يوصل لعندهم ويجي دغري لعنا. فكرة منيحة. انتي جاهزة؟ اوكي يلا. بالله يعني شو فكرة حالك انتي؟ قولي بهذا البيت حماتي هي الكبيرة، لهيك انا بس برد على اللي بتقوله هي. ماشي كاش، انا هيك كان لازم اقول، هلا شو بدي اقول؟ انا اخترعي شي تاني بسرعة، يلا احكي احكي يلا. كاش انا ما عاد فيني اتحمل الدراما السخيفة تبعك. بلاشا انت الوحيدة اللي عم تعملي دراما بهذا البيت مو انا. شو هالحكي الفاضي؟ هلأ إذا بسمعك عم تحكي كلمة تانية عن حماتي ما رح أتحمل أبداً. ها بلاشا لا تحاولي تعملي علي أستاذة وفهمانة. إيه درويش أنت بلشت؟ إيه يلا أنا ناطرك. عم تحكي أوكي. عن الذكاء؟ أصحك تحكي لي عن الذكاء بهالبيت، بس حماتي فيها تقلي وين الغباء والذكاء بتصرفات تبعي، فهمتي؟ شفتي مين اللي عم بيعمل دراما بالبيت بلاشا؟ لا لا أبداً ما في شيء. ما تكبر القصة. إيه. ها يعني انت اللي فهمانه عامله حالك كبيره بهالبيت، ما هيك؟ على شو بطلي تمثيل بلاشا؟ اذا بتقولي كلمه تانية على حماتي ما رح اتحمل ولا رح اسكت لك. تذكري انه بس اجت حماتي انت معتي الكبيره. انت متضايقه لانك صرتي مثلك مثلنا وما عاد لك كلمه علينا بنوب. شو هالتخبيص هاد؟ لانه حماتي ما خلتك تسافري على سنغافوره عم تحرضيني عليها. انا ما رح رد عليك لاني بحبها لحماتي. انتي سمعتي مثلي؟ لأنهم هن نتصرفوا بطريقة غلط معيك، هلأ عم يتخانقوا مع بعضهم، دائماً بيعملوا هيك، هن اللي بيتخانقوا مع بعض لما بيعرفوا حالهم غلطوا بحق حدا. كاش هن عم يقدروا يسمعونا؟ شو نعمل هلأ؟ شو عم يصير بيناتهم هدول؟ ما بعرف أبي، هالأيام أنا ما عم بقدر أفهم أي شيء. من شوي وقت اللي شفتهم واقفين سوا كانوا عم يتصرفوا مثل الإخوات وما في شيء، وهلا اسمعوا. بس على شو عم يتخانقوا؟ رح روح شوفهم. أبي اتركهم، لا تروح لعندهم هلا. لازم يوقفوا على خناقة بقى. ما في داعي اتركهم يحلوا مشاكلهم لحالهم، شو بدك تعمل أنت هنيك؟ ابني خلص ليك اقعد شوف العقد، تفضل. أنا ما راح أخليك تروح لعندهم. تفضل. كاش بس خلصنا بقى، عم لك خرسي. قلت لك لا تقلي لي خرسي. شوفوا ما بعرف هدول التنتين على شو عم يخططوا. أنت ما بتعلميني كيف بدي أحترم حماتي، لأنه أنت ما بتحترميها أصلاً. بلاشا أنت بتحكي كتير منيح وهي موجودة، بس أنا بعرف شو بتحكي بس تكون هي غايبة لأنك ما بتحبيها. كاش كملي كملي، هنن عم يطلعوا فينا. أمي أنت الوحيدة اللي بتقدر تسكتهم هلأ، قومي
أمي بترجاكي حاولي معهم. تعالي تعالي، أنت تفشيها لميرة على الأرض، هلأ بس تيجي تفشيها ماشي؟ ماشي، يلا. أنت شو فاكرة حالك؟ أنت شو فاكرة حالك يعني آه؟ بسبب حضرتك يا كاش أنا وحماتي تخانقنا. مو أنا اللي سببت الخناقة مع حماتك، أنت سببتيها بسبب غبائك. كاش لا تحكي حكي فاضي. أمي لو سمحتي تعالي. ليش؟ ما لازم تضربيني هلا؟ في أي حدا منهم هوشي؟ لا. طيب بدك نعيد؟ بسرعة يلا. ليلاشا يلا بسرعة 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 بلشي. كاش شو أنت فاكرة حالك؟ أنت شو فاكرة حالك؟ قولي. بسبب حضرتك يا كاش أنا وحماتي تخانقنا وزعلت مني. أنا اللي سببت الخناقة مع حماتي، أنت اللي سببتيها. لا أنت. لا عم شو كذابة؟ ليش عم تتخانقوا؟ شو المشكلة؟ فهموني. أنا مالك عادي. سلفتي فهميني انت ليش هيك معصبه؟ انا ما رح اسكت لك ابدا. بس انت اللي بلشتي بالاول. طولي بالك ما بصير. بدي خليك تنتبهي على كل شيء. بالله عن جد ليش انت مين فاكره حالك؟ بس خرسي. قلت لك لا تقولي لي خرسي مره ثانيه. عم اقول لك بعدي ميرا. لك شبكي ميرا بعدي عني. انت ما بتفهمي يعني؟ ميرا اسمعيني شوي. لا تصدقي هي وحده كذابه، هي ضربتني على وشي بالاول. سلفتي صحتك مو منيحه، هدي حالك هلا انا بحكيها. يعني بس عندك هون من يوم ورايح لازم تعرفي حدودك. انا ما عاد فيني اتحملك. ها والله على اساس انا لكون قاعده ببيتك؟ انا بعرفك انت شو بتقولي من ورا ظهره وقديش بتكرهيها لحماتي. انت اللي بتكرهيها مو انا. كاش انت وحدك الزابه، انت اللي بتكرهيها. قديش بتريد؟ ميرا ميرا تعالي قومي. اجت هاي. انت اكبر مني بس هذا مو يعني اني اسمع كلامك دائما. حكي فاضي. انت اللي كلامك. هالمره ما رح اتحمل حكيك عن حماتي، عم تفهمي يا كاش؟ حاجه تفاهه بقى. ورح احكي لعمي كل شيء عم تعمليه وعم تحكي عن حماتي وميرا. انا بحكي؟ لا انا بحكي. انا بحكي شو بتحكي عنا بظهرها؟ احكي شو قلت انا؟ ما حدا بالبيت بيصدقك. احترميني شوي، انا اكبر منك يا كاش. عن جد؟ انت اكبر وحده، معناتها تصرفي مثل اكبر وحده. انا ما رح اسمع اي شيء هلا، انا رايحه اقول لعمي، عم تفهمي؟ عن جد؟ بدك تروحي تحكي؟ تفضلي. انا ما بيهمني ابدا، كمان ما بيهمني احكي معك بالمره. ايه تعالي تعالي لهون. ما بدي اتكلم معك. حكي فاضي. خلي جوزك يجي رح اقول لك كل شيء. ما بدي احكي معك. رح اقول لك كل شيء لدرويش. ها عم تسمعيني؟ رح اقول لك كل شيء. كثير حلو، اسمعي منيح. لكان انت عم تتخطي حدودك كثير بلاشا. لك اسكتي بقى. انت خلص كاش. ما بعتذر كاش. انا عن جد تفاجأت، ما كان قصدي. اخي